يتمثل مشروع إتيونات ديس في ربط قرابة 3307 مؤسسة تربوية من مدارس ابتدائية ومعاهد ثانوية بشبكة الألياف البصرية. هذا باش يكون عنده تأثير مهم على قطاع التربية والتعليم، مش خلينا نعمل نقلة نوعية في الطريقة اللي ندرسوا بها في صغارنا بالمدارس، وإدراج الآليات والأدوات الرقمية والحلول الرقمية في التدريس والتعليم والتعلم عن بعد، وهذا جانب مهم. حتى أيضا هذا باش يسهل أن احنا أن نحسنوا في المحتوى التدريس، واللي فما محتوى رقمي، وهكاك الصغير كيما يتعلم القراءة والكتابة والحساب واللي أيضا منها يتمكن من المهارات الرقمية كوم إكريغ لي إكالكولي لا ميتريز دو لوتي ديجيتال لي نيسيسير في عصرنا هذا. المشروع هذا في مرحلته الأولى باش يقع منها وضع قرابة 5000 كيلومتر من الألياف البصرية الإضافية اللي باش تمكننا من ربط المدارس والمعاهد بشبكة الألياف البصرية، باش في مرحلة ثانية نفرعوا شبكة الألياف البصرية ونربطوا المرافق العمومية اللي هي قريبة من المدارس، معناها كيما دور الثقافة ودور الشباب ومراكز الصحة الأساسية وغيرها من المرافق العمومية. والمشروع هذي راهم مهم يندرج في إطار تطوير البنية التحتية الرقمية وتطوير شبكة الاتصالات اللي هي تشتغل عليها بلادنا منذ مدة، خاطر هي مهمة إذا كان نحن نحب نطور الخدمات متوجهة للمواطنين والمؤسسات وتولي متاحة بشكل جيد لجميع فئات المجتمع وبجميع جهات البلاد التونسية.